وعدد محاضراته هواية، تقريبا 4 محاضرات وكلها شرح صفحات الغيها الخصها اي والله انا اللي احكي بالمحاضره هو الملخص مالي ما اجيب كلمه زايده عن اللي احكي على المهم ننتبه عندنا مصطلحين تب عندنا growth وعندنا development شنو الفرق بيناتهم حكوا احد يعرف شنو الفرق يعني هو كل احنا هاي كلمتين احنا نستخدمهم صح يعني مستخدمين growth مستخدمين development ايه قول لي growth يكبر بحجم development يتطور على قد الكبر اها ممتاز جدا growth هو increase in the number or size growth increase in the number or size يعني حجمه صغير يكبر عدده قليل يزداد خلية واحدة تصير 4 خلايا 4 خلايا تصير 16 خلية وهكذا أو حجم الخلية صغيرة تبي تكبر increase in the number or size لكن development هو increase in the complexity in the speciality of the organ يعني الأورغان اللي يتكون وكبر حجمه بالgrowth راح يبدي يتخصص يصير أكثر متخصص خلايا فيزيائية كيميائية وهكذا أي نوع شيء تابع حسب الكومبلكسيتي هذا يسموه ديفلوبمنت يعني كل جزء جسمنا راح يصير بي جروث ويصير بي ديفلوبمنت الجروث عنده علاقة ويا الاناتومي الجروث علاقته مباشر ويا الاناتومي لكن الديفلوبمنت علاقته ويا الفيزيولوجي يعني أنا من أحكي ديفلوبمنت أحكي something is related to physiological condition مال أورغان لكن بنحكي growth راح نحكي كأنه أناتومي تمام؟ يعني هسه أنا هذا growth و development يعني أحمد قال لي أني نلغي ما لا مو أحمد قال حسن حسن قال نلغي؟ نلغي؟ سهل نلغي شو نسوي بي؟ نحتاجه؟ لا ما نحتاجه على مهم ننتبه هو صحيح هو خلينا نلغي بس هو مهم لازم اعرف اهميته شنو يعني ليش انا قاعد ادرس الجروث ليش هذا التطور التغير اللي يصير عبر الزمن قاعد احتاجه قاعد اخذه ليش احتاجه لمجموعه من النقاط اول شيء لازم اعرف الايديولوجي اوف مال اوكلوجن يعني انتم بنتجون تعالجون اي مال اوكلوجن العلاج هو شيء ظاهري يعني انتم شيء ظاهري وقاعد تعالجون لكن لازم نعرف المسبب يعني مرات الاطباء يعالجون مال اوكلوجن يمشي الامور وياهم يعني شنو يمشي الامور وياهم يعني يعالجوا يخلصوه يبقى المال اوكلوجن ما يرجع بعد اكو اطباء يعالجون مال اوكلوجن ورا ما يروح البيشنت المال اوكلوجن يرجع سبب شنو سبب اكو عدم تنسيق بين الايتيولوجي اوف ذا كيس وبين الابييرنس اوف ذا كيس يعني تجينا كيس مثلا ميدين دايسما فراغات موجوده بين سنين تمام سديت الفراغ راح البيشنت خلص العلاج رجع براها رجع الفراغ ليش لانه انا ما عالجت الشيء الظاهر قدام هو الفراغ لكن ما عالجت المسبب مال الفراغ تمام فاذا انه واحد يعرف الايتيولوجي اوف مال اوكلوجن هاي نقطه مهمه الايتيولوجي اوف مال اوكلوجن
عنده علاقه ويا الجروث اند ديفلوبمنت. تمام، ليش عنده علاقه ويا الجروث والديفلوبمنت؟ راح نرجع الى نقطه رقم 2، لانه هوايه من الكيسات اوف مال اوكلوجن اللي احنا عندنا اياها الكوزيتيف فاكتور مالتها هو سكيليتال فاكتور، مو لوكال فاكتور، سكيليتال فاكتور عنده علاقه ويا البونز، عنده علاقه ويا الجروث. السكيليتال فاكتور اللي يصير عنده مشكله بالسكيليتال معناها هذا المشكله اللي تصير بالسكيليتال فاكتور انه عنده علاقه ويا الجروث، يعني الجروث هو العامل المسيطر. يعني مثلا اكو كيسات كلاس 2 سكيليتال بروبلم، تمام، انا اعالجها في بدايه العلاج ويصير فد ريسبونس كلش ممتاز ونحصل على ريزلت كلش زينه، البيشنت يروح فد 6 اشهر، ما قبل يكون بالسنوات، 6 اشهر 4 اشهر يروح يرجع اشوف صاير ريلابس. ليش؟ لانه الجروث فاكتور مال البيشنت اشتغل عندي. تمام، فاذا انا من عرفت الايتيولوجي مال البيشنت هو سكيليتال بروبلم واكتشفت السكيليتال بروبلم وعالجته بالوقت المناسب، سويت دايجنوزز مضبوط، سويت كنترول على التريتمنت مالتي مضبوط. تمام، إضافة إنه إحنا أكو ديزاين من التريتمنت اللي راح نأخذه خلال هالسنة اللي هو يسموه ماي فانكشنال أبلاينس. هذا الأبلاينس يشتغل على الجروث فاكتور فقط، على العامل الجروث، لازم نشتغله في وقت محدد اللي هو الأكتيف جروث تايم. كل شخص من عندنا بأكتيف جروث تايم، هذا الجروث تايم لازم إحنا نستغل هذا الوقت من البيشنت، من أمر البيشنت ونشتغل عليه. إذا نتجاوز الأكتيف جروث تايم الريسبونس راح يقل وما نحصل على ريزلت، وإذا بلشنا قبل الأكتيف جروث تايم ممكن حنطول التريتمنت ونأثر على الكوبريشن أوف ذا بيشنت. صارت واضحة؟ مفهومة لحد الآن؟ تمام. أكو نوع من التريتمنت يحتاج إنه الجروث يكون متوقف اللي هو الأورثوغنافيك سيرجري. من ندخل بالسيرجري بعالم الأورثوغنافيك، الأورثو زائد سيرجري، مهم إنه يكون عندي عامل الجروث متوقف، مهم. تمام، النقطة الأخيرة اللي عندها علاقة الجروث لازم ندرسها إنه الجروث عند direct relation with the retention period. شو retention period؟ هو parts اللي احنا منسوي active growth time. active growth time بلشنا خلصنا التريتمنت مالتنا، ولا ما خلصنا active growth time مالتنا خلصنا التريتمنت مالتنا، وراه يبلش الريتينشن بيريد، الفتره اللي احنا نعطي تايم فور ستابيليتي اوف ذا ريزلت. احنا حافظنا على الريزلت وحصلنا على علاج المالوكلوجن عندنا، يعني من نوصل الى هذا التايم اللي هو الريتينشن لازم نلبس البيشنت ريتينر. اكو قدم فد نقطه كلش مهمه، اذا كان سكيليتال بروبلم، يعني اذا كان عندي بيشنت كلاس 3 وسكيليتال بروبلم مالته هو المانتبل، وعندي بيشنت ثاني كلاس 3 وسكيليتال بروبلم مالته هو ماكسيلا، الكلاس 3 اما المانتبل تكون بارز او المانتبل الماكسيلا هي الراجعه. فاذا كان البيشنت رقم 1 اللي هو سكيليتال بروبلم وكلاس 3 والمانتبل هو السبب، هذول الأشخاص يحتاجون إلى فترة ريتينشن أكثر من الأشخاص اللي عندهم سكيليتال كلاس 3 والكوزيتيف والماكسيلا، والسبب للجروث. الجروث أوف ماندبل يستمر فترة زمنية أطول وأكثر من الجروث أوف ماكسيلا. ماكسيلا الجروث مالتها يصير توقف مالتها قبل ما يصير الجروث أوف ذا ماندبل. تمام؟ يتشوفون شلون ربطنا الجروث والديفلوبمنت ان ديفرنت اسبيكتس بالتريتمنت بارتن بالاورثوتيك تريتمنت. تمام، صارت واضحه؟ زين، هسه راح نرجع للاصول مال الجروث. ايتش فيتوس راح يمر بثري ستيج اوف ديفلوبمنت. ستيج نمبر 1 يسموها بالبروليفريتيف ستيج او بيريد، يبلش من التايم اوف فيرتلايزيشن تو ذا 2 ويكس اوف امبريونيك لايف، الى عمر اسبوعين من امبريونيك لايف 14 يوم.
يعني أول ما بيتكون أن يصير عند الفرتلايزيشن إلى أن يصير عمره أسبوعين راح يصير هذا يسموها بالبروفريتف بريد. راح يصير عندي فت خلية صغيرة. هاي الخلية الصغيرة تتألف من 46 كروموسوم 23 from each gamete. هاي راح يسميها mitotic division. الميتوتيك ديفيجن راح يتحول الخلايا الى 6 خلايا. من خلايا راح يصير انيكيوليشن اوف ذا فلويد من سراوندينج كونديشن. راح يصير بلاستوسايت. البلاستوسايت يسموه الموريولا، والموريولا راح تتكون تغذي نفسها. راح يصير عمليه الفورميشن اوف ذا الامبريو. هاي كمرحله اوليه. المرحله الثانيه لو ننتبه عليها يسموها بالامبريونيك بريد. هذا من عمر 2 ويكس until 8 week. هذا part, هذا second stage, second period, يعتبر the most important period of the time. لأن the most of the organ and organic systems going to be developed during this period of time. يعني خلال ال embryonic time كل ال organic system الموجود للطفل حيتكون. هاي الفترة الثمان أسابيع الأولية هي تعتبر الفترة الثلاث أشهر الأولى من البريجنسي تايم. هاي تعتبر فترة كلش مهمة، يعني كل السيستم راح يبدي يتكون إن البرايمري ستيج من عندها. تمام؟ ثالث ستيج اللي هو الفيتوس اللي راح يكون من عمر ثمان سنوات عفوا ثمان أسابيع إلى عمر تسعة أشهر of the tail end of the pregnancy period. هاي الفترة راح نشوف انه راح يصير more development اكثر مما يصير عندي عملية الجروث، يعني يصير complexity اكثر بالorganisms الموجود عندنا. لو ننتبه هاي الصورة اللي عندنا اياها اكفى نقطة كلش مهمة لازم ننتبه عليها. اول ما تبدي المعالم تتوضح مع الطفل، انتبهوا، اول ما تبدي توضح الطفل راح نشوف انه هاي مثلا هنا في هاي الصوره رقم 6 ويك امبريو، تشوفون 7 ويك، تنتبهون هاي الفتره بالذات. ننتبه انه الهيد يمثل لي تقريبا half of the total body length، صح؟ يعني المنظر الاول اللي تشوفوه كانه كله هيد، صح؟ انتبهوا الصورة الأخيرة، الهيد موجود صحيح بس التوتال بادي لينك ازداد أكثر. تمام؟ إذا الأكتف تايم مالتهم خلال هاي الفترة كل ما يستمر الوقت راح نشوف إنه التوتال بادي لينك مال فيتاس يبدي يزداد أكثر ويبدي حجم الهيد مقارنة ويا التوتال بادي لينك يقل. يعني إلى نص البريجنسي تايم حيكون التوتال بادي لينك الهيد بالنسبة للتوتال بادي لينك تقريبا الثلث، وأول ما يولد الفيتاس هيكون الربع. تمام؟ وراح أخذ بعدين التطورات اللي تصير من يوصل للأدلت. بس إحنا كلنا أدلت نشوف إنه التوتال بادي لينك مالتنا الهيد شي مثل الربع؟ لا، ثمن. يشوفون؟ يعني معناها الكونتينوس مال أكتيفيتي مال الجروث مال الليكس مال البادي ليك هذا كلها ترام كلها تزداد بعدين. الاكتف تايم مالته وين يصير؟ بهاي المراحل الاوليه. تمام؟ هاي نقطه كلش مهمه. تمام؟ زين هسه راح ناخذ امبريولوجي، راح نعرف يمتى تتكون هاي الكومبوننتس المختلفه. أول ملامح تبدي تتكون عندي تقريبا بالسكند ويك، سكند ويك اوف امبريونيك لايف، من يصير عمر الجنين اسبوعين. هاي أول ملامح تبدي. الملامح تتوضح بالثيرد ويك. ثيرد ويك راح ننتبه راح يصير عندنا فد عجينة. تشوفوها؟ العجينة اكو بالنص فتحة. هذا يمثل الـ primitive oral cavity. يعني تصوروا أن كتلة عجينة بنصها أكو فتحة، هاي الفتحة يمثل الـ primitive oral cavity. تمام؟
الأبر بارت مالتها يمثل لي الفرونتال بروسيس. من الصفحتين راح يصير عندي الماكسيلاري بروسيس. من اللور بارت راح يمثل لي المانديبولاري بروسيس. انتوا قاعد تنتبهون الفرونتال بروسيس حيمثل لي الفرونتال بون، تمام؟ ماكسيلاري بروسيس حيمثل لي الماكسيلا. المانديبولاري بروسيس حيكون لي الماندبل. داير مدايرة راح يصير عندي هذا الاوبننج، هذا الاوبننج راح يسموه البريميتيف اورال كافيتي. اول ما يتكون الاورال كافيتي يسموه بالستوموديوم، هذا امبريو بحت، تمام؟ فشي بسيط خلال هاي اول 3 اسابيع من الامبريونيك لايف. من نوصل للفورث ويك راح ننتبه، شوف شلون هي، شو تعرفين شلون يصير؟ يصير يعني proliferation of epithelial cells، تبدي تتكون طبقات من الخلايا، طبقات فوق طبقات. كل ما تزداد الطبقات يصير deepening، يعني انتو تصوروا انه هو فتشي عجينة ملامحها مو واضحة، تبدي شوية شوية تنضاف طبقات. هاي الطبقات كل ما تزداد الطبقات، يعني تشوفون الصورة شفتوها قبل شوية، شوف هاي الصورة مثلين ولا هاي صورة تخطيطية يعني، بس البارتس تتوضح أكثر. تشوفون تشوفون هذا الماكسيلاري بروسيس شلون توضحت أكثر، مانجولاري بروسيس شلون توضحت، فرونتال بروسيس. كل ما تنضاف طبقات تصور يعني هي فد نقطة صغيرة متكونة بدائرة، مدائرها دوائر، تجون تضيفون على الدوائر طبقات طبقات، شو يصير بهاي الفتحة؟ تعمق، يصير ديبينينج، صح ولا لا؟ تعمق هاي البريميتيف اورال كافيتي، تمام؟ حنشوف من نوصل للفورث ويك، بين الفورث والفيفث ويك، هذا الكلام يعني تدريجي يعني من الصور. شو حنشوف؟ يشوفون راح يتكون عندي دبل، هذا ضمن منطقة الفرونتال بروسيس، فد منطقتين هذول النقطتين هاي يمثلن هاي منطقتين يسموها بالنيزل بلاكوتس، اللي راح يكون لي النيزل كافيتي. هاي الفتحتين، هاي الفتحتين كلش مهمة، معلم شكلها حلو تشوفون بس تخبلوا كلش يعني شكل فتشي، على الرغم يعني فتحة الخشم بالكبار مو حلوة، بس من هو يكون في تس يكون كلش حلوة، صحيح؟ ينتبهوا راح يصير فتح خطين، خط واحد تبو، خط واحد، خط اثنين، خط واحد، خط اثنين. بالأناتومي ماخذين عندي هذا الميدلاين، أي شيء قريب من الميدلاين يسموها بالميدل ميديم واو، ويكون بعيد عن الميدلاين لا عافية عليكم. إذا من النيزل بلاكوتس كل ما هاي النيزل بلاكوتس يصير بها ديبينين راح يصير عندي بيتس نيزل بيتس، وبالتالي راح يتكون عندي تو امبورتنت بروسيس، ميديال اند لاترال نيزل بروسيس. هذا الميديال نيزل بروسيس وهذا اللاترال نيزل بروسيس، تمام؟ هاي البارت راح تنتقل، راح يصير كونتينيوس جروث ديفلوبمنت، كونتينيوس جروث اند ديفلوبمنت الى ان تلتقي. تشوفون تشوفون المعالم شلون قصه تدريجيه، تبوا تشوفون يعني نقاط صغار، هاي نيزل بلاكتس الى تحول الى نيزل بيتس، ولا نيزل بيتس التقت التقت الى ان قامت تتكون عندي نيزل كافيتي. هاي بارت تلتقي وحده ويا الثانيه. اهم واحد هو الميديال نيزل بروسيس، لانه الجروث مالتها اسرع من اللاترال نيزل بروسيس. تلتقي ويا وحده ويا الثانيه، راح تلتقي ويا الماكسيلاري بروسيس، راح تلتقي ويا الفرونتال بروسيس. يعني احنا هذا ضمن المنتصف صارت، صحيح؟ فوق عندنا فرونتال، الصفاح عندنا ماكسيلاري، اللور عندنا مانديبولار، النيزل بلاكوت وين صارت؟ بالمنتصف. تشوفوا شو قلت التدريجي، الميديال نيزل بروسيس التقت وحده ويا الثانيه، كونت لي ويا الفرونتال بروسيس سوت النيزل فلترا، هذا المنتصف، تمام؟ التقت ويا الماكسيلاري بروسيس كونت لي البرايمري بارت من الماكسيلا، هاي البري ماكسيلا، كونت لي الالفيولار بون هاي مال الابر ارتش، كونت لي الابر ليب. تشوفون هاي المنطقه كلها تكونت. اذا لو نرجع لاصول هاي المنطقه، هي منين جايه؟ الميديال نيزيال بروسيس، تمام؟ هاي كلها تصير تبو خلال السيفنث ويك.
of embryonic life. Seventh week يعني كم شهر صار له؟ شهر الثاني. مو؟ صح لا لا. أنا أعطيكم فشي مهم. يجي الطفل ولد وعنده cleft lip. تعرفون cleft lip؟ هاي عنده defect باللب. اتوقع إنه هذا الشخص صار عنده defect. الجماعة الأخيرة عن إنه هذا الشخص صار عنده defect بالgrowth بخلال seventh week يعني خلال هاي المرحلة. صور بعمر شهرين الجنين صار أكو defect بالgrowth أدى إنه من يولد يصير عنده cleft lip. تمام؟ فهذا مهم إنه نعرف يعني لو يعني الشخص من يولد صار عنده خلينا نقول هو ما عرف إنه هو causative factor مالته إنه كون يعني hereditary condition. إذا ردنا ندور على الأسباب لازم ندور على الأسباب اللي تصير خلال مرحلة الجروث مالته. بس مو أنا أجي فيك أي وقت أدور، لا، خلال الفيرست تو مانث من الامبريونيك لايف. تمام؟ هاي الفترة المهمة لازم أنا أعرفها. بالسيفنث ويك يعني ما صار له وعي، صار له تقريبا شهر وثلاثة أربعة. تمام؟ نحن نعرف إذا عندنا الخلل موجود بهاي المرحلة. فيما يخص اللاترال نيزال بروسيس من الصفحة الثانية راح يلتقي ويا الماكسيلاري بروسيس راح يكون لي another part مهم اللي هو اللاكريمال داكت اللي عنده علاقة ويا الأورتال كافيتي. تمام؟ زين. يعني حتقرون المحاضرة عبارة عن ثلاث صفحات أو أربع صفحات الأولى من المحاضرة. هي عبارة عن كلام طويل بس المختصر مالته هو هذا اللي يعني قلته وهو المطلوب. يعني لازم نعرف البارت الرئيسي من كل واحد من عنده ينت صار وشنو الأوريجن مالته فقط. يعني ما يحتاج تدرخون، ما يحتاج، لأن هذا مادة جافة يعني ما يفيد الدرق فيها، يعني ما ممكن واحد يجيبكم سؤال درق عليه. زين، هاي التغييرات كلها اللي تصير لا تشوفون شلون يتصور عندي كله يتكون. زين ننتبه البارت المهم بالأورال كافيتي اللي عنده علاقة ويا الدنتست هو البلت. البلت الاكتف جروث تايم مالتها اللي تيجي تتكون تقريبا في 6 ويك اوف امبريونيك لايف. احنا عرفنا المصدر مالته منين حيكون، راح يدخل عندي النيزال بروسيس والفرونتال بروسيس والماكسيلاري بروسيس، هاي الاساسيات مالتها. بس شلون راح يتكون؟ عمليه تكوين البلت تختلف عن بقيه الكومبوننت شويه معقد. البلت عندنا انتيرير بارت من البلت وعندنا البوستيرير بارت من البلت. ما عنده علاقه بالانتيرير والبوستيرير. العمليه الديفلوبمنت مالتها عندنا الماكسيلاري بروسيس راح ينطيني فتو امبورتنت بروجكشنز. هذا الماكسيلاري بروسيس راح ينطيني تو امبورتنت بروجكشنز يسموها باللاترال باليتاين شيلفز. يعني الماكسيلاري بروسيس راح ينطي فتو امبورتنت في الاكستنشن من عندها تطلع، هذول يسموها باللاترال باليتاين شيلفز. وضعيتهم هالشكل، انتبه هالشكل، ها شنو vertical و horizontal؟ vertical. تمام؟ اثنين two important palatal shapes، هذول الاثنين راح يتكونون. هذول المفروض يصير بهم الحركة الآتية، تابو إنه يستمر الgrowth والproliferation مالتهم in this direction. تمام؟ وبعدين يصير عندهم horizontal direction على مود يصير الفيوجن. تشوفون اكو تعقيده بالحركه. طب يعني هي الاورينتيشن مال الشيلفز يكون vertical والفيوجن horizontal. اذا معناها لازم هاي البلاتان شيلفز شو تصير بها؟ تتغير الاورينتيشن مالتها من الفيرتيكال للهوريزونتال. عندنا بعد مشكله رقم 2، هاي مشكله رقم 1. طب عندنا مشكلة رقم 2،
أثناء الـ growth and development of the palatine shelves راح ننتبه إنه راح يكون عندي projections between these shelves بالمنتصف. إذا عمو palatine shelves بالمنتصف عندي projections. هذا projection. ويكون مستوى صاعد. هذا البلاتان شيف راح ينزل يلتقي واحد ويا الثاني. أريد أطلع لكم صورة قبلها. تنقيها. شوف. هذا البروجيكشنز قاعد يتكون. تشوفون الأورينتيشن مالتها عبارة عن فيرتيكال. اكو فد بروجيكشن بيناتهم يأثر على الالتقاء مالتهم أو الفيوجن. تشوفون هذا الكومبوننت؟ هذا من هو؟ التانك. يعني أثناء البلاتان شيلفز من تريد تتحرك تلتقي واحد ويا الثاني أكفى شيء يعيقهم هو التانك. لكن العملية قصير كالآتي. أثناء هاي التو موفمنتس اللي هو الشيلفز يصير بروليفريشن وتتحول من vertical لل horizontal نفس الوقت يصير dropping of the tank. التانك ينزل التانك وهذول الشيلفز تلتقي واحد ويا الثاني شي يكون لي بلت. صار عندي three important points. أول شي عندنا عملية تكوين الشيلفز. ممكن الماكسيلري شيلفز تنطي ممكن ما تنطي. ها اولا. ثانيا عمليه تحويل من الاورينتيشن من للهوريزونتال رقم 2 ورقم 3 دروبينج اوف ذا تانك. زين دروبينج اوف ذا تانك يعني ليش يصير هالحاله؟ تنزل مضروب. حلو وحد حاليا اقول لكم يعني لحد الان عمليه دروبينج اوف تانك امر محير للعلماء. احد الافكار ودي اخذك عند هاي بالضبط انه الماندبل يتكون مو من يصير growth of the mandible ينزل in downward direction التانك ينزل وياها. هذا the most يعني acceptable theory. تمام. اكو ثيوري ثانيه يتكهنوها العلماء انه اثناء هاي الموفمنتس مال الشيلفز ال head of the embryo is moved in upward direction. يعني التانك يبقى بموقعه ال head هو قاعد يتحرك in upward direction. الشيلفز بلاتان شيلفز تصعد وياها ويصير يبتعد عن مستوى عن التانك ويلتقون. لا هاي مقنعة. لا يعني صغير هذا كل يعني وين صار يتحركون؟ عمال نغاب من الحاضرين من يؤيد النظريه الاولى. زين ومن يؤيد النظريه الثانيه؟ زين منو عنده نظريته الخاصه؟ والله يعني انا افضل اذا عندكم نظريات احنا نقترحها نروح على المجلس العلماء شوف منو اكو نقول لهم ترى احنا عندنا علماء صغار بس يعني ما ماخذين فرصه. اذا تمام هي تو ثيوري. الثيوري رقم واحد انه موفمنت اوف ذا ماندبل راح يسوي دروبينج اوف ذا تانك هي موست اكسبكتد ثيوري موست اكسبتبل وان. السكند وان انه الهيد اوف ذا امبريو موف ان ابورد دايركشن هاي ثاني بروبيتال شيف تسير ان ابورد دايركشن. تمام. اذا صار عندي هاي الثيوريز وصار عندي الثري كومبوننت الرئيسيه الى ان يلتقون يصير يتكون عندي باليت. Any defects. These the three stage of development of the palate. راح يصير عندي cleft of the palate. تمام؟ لهذا تشوفون يعني ما صار عندي cleft in other parts of the skeleton. الكلفت الوارد أكثر هو cleft of the palate. سببه لأنه عملية الـ growth والـ development of the palate
something is complicated, أكثر complication بالموفمنت مالتها. يعني هي مو عملية growth إنه يزداد number of cells، يصير specialty أكثر، تزداد الحجم مالتها، تتخصص أكثر، تبرز أكثر. لا، هي فد نوع من التغييرات بها movemented، يعني movement of the parietal shafts أو تغيير orientation، movement of the tunnel. كتشوفون هاي كلها لازم تصير على نحصل على النتيجة النهائية اللي هو البلد. لهذا ال cleft of palate is more يعني incidence مالتها أكثر من ال cleft of the lip لأنه more complicated development مالتها. تمام؟ طبعا الشخص اللي يكون عنده cleft lip و palate يعني شخص يعاني طول حياته، يعني لأنه يدخل عمليات من هو أول ما يولد إلى أن يكبر. تمام؟ المال اوكلوجن اللي ممكن اواجهها خلال عمليه الديفلوبمنت اوف ذا باليت استنى استنى بيوراثه دكتور هاي النقطه طب ممكن يصير تشوفون هاي البيشنت عنده يعني ليفت اوف باليت تشوفون الفراغات الموجوده بالاكس راي تلاحظون هاي عباره ذيرز نو بون هاي المنطقه تمام هاي المنطقة تصوروا يعني انتو بون موجود بيصير development of dentition تمام؟ يعني هيأثر على dentition ممكن يأثر لي على عدة شغلات بالdentition فزان هذا كله حكينا كان عن skeleton part بس التأثير الكليفت راح يكون وصل تأثيره على dentition همين تمام؟ راح يولد لي different type of malocclusion من بين types of malocclusion ممكن يصير تأثيره راح يأثر لي على number of teeth number of teeth ممكن التوث derm بمنطقة الكليفت ما تتكون منطقة الكليفت عادةً تصير بمنطقة البريمانزيلا الأغلبية ممكن يصير بالposterior segment بس الأغلبية تصير بالبريمانزيلا تأثيره يكون على منطقة اللاترال انسايزر يعني ممكن الشخص اللي يولد وعنده كليف بلد أتوقع ممكن يكون عنده congenital missing of lateral incisor ليش؟ لأنه الكليف بالضبط صار في منطقة الجرم of lateral incisor ما تكون الجرم والنتيجة صار عندي deficiency in the number of teeth تمام؟ أو يصير عنده اختلال بالgrowth system وبدل ما يصير عنده congenital missing راح أشوف إنه عنده increase the number of tooth germ يعني منطقة الكليف تحفز على إنه tooth germ الموجودة دار surrounding area إنه تكون tooth germ بعد أكثر والنتيجة شو يصير عندي increase the number of teeth فشو يصير عندي supernumerary يعني كليف lip أو البلد بالأحرى راح أتوقع من عنده يكون عنده أما congenital missing أو ممكن أتوقع عنده supernumerary زيادة تمام هاي رقم واحد رقم اثنين دائما الاسنان الموجوده بمنطقه الكليف راح تتاثر على الفورم يعني اذا اول نقطه هو النمبر نمبر 2 الفورم اوف تي الاسنان الموجوده بمنطقه الكليف راح نشوف انه اكو ديفورميتي بالشيب اوف توث دائما يصير نيرو اب نورمال تمام مثلاً شوف big shape lateral incisor واي نشوفها جماعة الكليف ممكن يكون عندهم رقم ثلاثة وهو النقطة الواضحة جداً إنه راح يأثر لي على ال position يعني طبيعي من إنه tooth germ تكون وصار عندي كليف أو deficiency في one place شو هيصير يتغير من موقعه ويطلع في مكان آخر فأثر لي على البوزيشن تمام؟ رقم أربعة على الارش ريليشن الأشخاص اللي دائما يكون عندهم كليف بلت دائما يكون عندهم كروس بايت بالماكسيلا عندهم كونستركشن بالماكسيلا تعرفون ليش؟ هذول الأشخاص دائما ما يكون عندهم بون فيسوون أوبريشن الأوبريشن دائما شو يصير عندهم ديفكت سكار تشو رأسا تصغر حجم البلت عندهم
يعني هو شنو عملية تفشن عملية من عندي بارت وبارت ونص فراغ يجيبون يقربون البارتات ويخيطون بيناتهم. النتيجة شو هيصير بالمنتصف؟ سكار تشو فايبرس تشو تمام؟ هذا الفايبرس تشو سوينا له من البلد، يعني كل ما يريد البلد ينمط الفايبرس تلزمه تمام؟ النتيجة شو يصير؟ ينطي ملامح البيشنت كأنه كلاس 3، هاي المنطقة عند ديفكت تمام؟ هو مو كلاس 3 بالحقيقة، أغلبيته مو كلاس 3 بس أغلبيته هم كلاس 1، لكن الديفكت والأوبريشنز المجبور إنه نسوي للبيشنت بالمرحلة الأولية هي راح تأثر على الديفلوبمنت أوف البلد بالترانسفيرس ريليشن. فدائما صغار حجم البلد يصير كولابس، المجزرة دائما يصير كولابس تصغر تمام؟ آخر نقطة ممكن تتأثر، ممكن أشوفها بالبيشنت أو الديفلوبمنت أوف ليفت بلد أند ليب، يأثر على الإنامول أوف توث. دائما الأشخاص يصير عندهم إنامول هايبوبلاجيا، يأثر على عملية الإنيشيشن وال يعني عملية الأبليكيشن أوف ذا مينرالز بالتوث جر، فممكن يصير عندي ديفكت بالإنامول ستراكشر ويصير عندي إنامول هايبوبلاجيا. فهذا الشخص اللي يكون عنده كليف بلت ممكن يتعرض الى عدة types of malocclusion. هشوفوها كلها فترة لكم بالمحاضرة مهمة تمام؟ اخر part من محاضرتنا اليوم اللي هو another important development and growth اللي هو التالو، هذا اللسان اللي دائما تحجون بيه طويل طويل ما شاء الله، يعني هذا اللسان مع الأجيال الجديدة يعني خير وبركة خير وبركة، لسان طويل يحكي حكي أكبر من رأسه عادي مو مثل ما أيام زمان شان هذا ديفلوبمنت صدق الله يستر إذا هذا ديفلوبمنت يخوف هذا الموضوع والله صحيح، هذول اللي عن هستون الموالدين هم جاي يطلعون وهم رأسنا جاي يحجون بلا كلام. هنخلص ننتبه الديفلوبمنت اوف تاون يختلف عن بقية الديفلوبمنت، انه يتألف الأوريجن اوف ذا تاون فروم ديفرنت سورس، يعني مو يكون سورس يعني الأوريجن مالته مو عنصر واحد، ثلاث سورسات. الـ anterior two parts of the tongue يمثل لي body of the tongue، والـ posterior third of the tongue يمثل لي base of the tongue تمام؟ الـ anterior two thirds of the tongue الـ origin مالته هو first branchial arch، الـ posterior part of the tongue الـ origin مالته هو أول واحد الـ first، الثاني part اللي هو posterior part هو third branchial arch، أول واحد واحد anterior to third، يعني هذا part لو ننتبه للصورة هذه هذا part كله first branchial arch وهذا part هو third branchial arch تمام؟ muscles of the tongue لأنه هو إحنا tongue هو عبارة عن muscle، هو origin matter من myoplast، يعني الأوريجين مال المصل مال الماتيريال الرئيسية تختلف عن البيس وعن البادي تمام؟ طب السؤال واحد ممكن يسأله، يعني هسه أول بارت هو الفيرست برينكيال آرش، السكند ثيرد بارت ثيرد برينكيال آرش، يعني ليش مو سكند برينكيال آرش؟ لأنه شافوا أثناء الجروث والديفلوبمنت أوف ذا تانك أكو هنا تبو يشوفون الدائرة البيضاء نافوق تشوفون هذا يسموه خلصنا فورامن كاكيوم او سيكم، مصطلحين ينقرب طريقتين حسب 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 الدول، يعني هذا الفورامن حنشوف الدبو اكو تو تبون اكو فوقات الدارتين برتقالية شفتوها؟ ها؟ نعم تشوفوها تمام. هذا شيء. نحن نتقن. سواء.
هذول يسموها two lateral swellings. lingual two lateral lingual swellings عبارة عن انتفاخين يتكلفون الأوريجين معتهم من first branchial arch. هذا البارت راح يصير growth development هيكون لي the first anterior two third of the tongue. تمام؟ هاي موقعها دائما شو تكون anterior to the foramen cacium. anterior قدامها تكون موقعها. تمام؟ تابو. البارت ورا الفورامن كاكيوم اكو فد شيء اسمه الكابولا. هذا الكابولا الورا هو الهايبوفارينجيال ايمينينس. هذا الاخضر يشوفون هذا الاخضر هايبوفارينجيال ايمينينس. شافوا اثناء الديفلوبمنت الهايبوفارينجيال ايمينينس الجروث مالتها والبروليفريشن اسرع بنسبه الضعف بالنسبه للكابولا. النتيجة من يصير proliferation و growth proliferation و growth راح يلتحم يشوفون يلتحم ويا البارت البرتقالي the second anterior two parts. تمام؟ ويعبر الكوبولا فصارت انه ال origin of my tongue هي ال first و third branchial arch وليس ال second. تمام؟ اكو سؤال؟ الكوبولا هي second يعني؟ ال origin of my tongue هو second نعم pharyngeal arch. فلهذا فبس عنده اي دور خلال الجروث والديفلوبمنت اوف ذا تانك. اليوم خلصنا جزء من المحاضره الاولى من الجروث. يعني المحاضره الاولى مال الجروث الدخينه خلصت تقريبا 3/4. بعد عندي مواضيع اخرى لطيفه راح نحكيها على المحاضره بعد الجروث. هلا في الاسبوع دكتورة يا شنو صديق شنو هذا هسه بالطريق دكتورة ماذا